بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا مرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي، وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. مباراه مهمه جدا 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 امام انبي من اجل الحفاظ على الصداره والقمه منفردا ان شاء الله. ده الطبيعي، الطبيعي اللي احنا فيه دلوقتي. اللي مش طبيعي عكس كده، احنا اول لا بنعمل احتفاليه زي ناس ثانيه كانت متصدره بفرق اهداف، ولا بنعمل صوت عالي، ولا بنفرح قوي، ولا بنزعل. احنا زي ما احنا، نادي الاهلي زي ما هو، وان شاء الله يفضل زي ما هو. قبل ما اكلمكم عن ماتش النهارده، عايز بقى اتكلم مع حضراتكم في حاجات كتير قوي 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 من يوم الاثنين لحد دلوقتي. هم 3 ايام بس حصل فيهم كتير. بعد ما النادي الاهلي كسب بيراميدز واسوان، كسب النادي المنافس، وبعد تصدر النادي الاهلي مره اخرى للقمه منفردا، صريخ عويل تهديد وعيد، مطالبات بابعاد حكام ومراقبه فريق اسوان، فريق اسوان كله تحت المراقبه، هو المدير الفني ايمن عبد الله، واحداث مؤسفه بعد الماتش، لاعب سب وشتم الجماهير وقالت لك، قال لك ايه؟ الجماهير هي اللي شتمته. طب حاول الاعتداء على الحكم، هو هو نفس اللاعب، كلنا شفنا على شاشات التلفزيون. طب شفنا الاكتر من كده، اعتداء الجماهير بعد المباراه على الكابتن امين عمر حكم المباراه بالزجاجات، وخروج الحكم في حراسه الشرطه، وضرب في وسط حراسه الشرطه، ووابل من السباب والشتايم. كل ده ليه؟ عشان خساره مباراه؟ هو حرام انك تخسر مباراه؟ هو حرام ان اسوان، وده من حقه الطبيعي انه يلعب ويجتهد ويلعب بجديه وبرجوله ويكسب، ده حرام؟ كل ده حصل اليومين اللي فاتوا، شفنا الماتش ايه اللي حصل فيه. اليومين اللي فاتوا بقى ما بعد، اللي هي التوابع اللي بعد المباراه، نحكي بقى مع بعض بالتفصيل شويه شويه. طبعا احنا شفنا الماتش، اسوان لعب افضل مبارياته، واسوان من بدايه الموسم يمكن ما كانتش ماشيه مع الكابتن ربيع ياسين، انما عامل فريق مش وحش. جه الكابتن ايمن عبد الله كمل، ظهر بصوره كويسه المباريات الاخيره. الماتش اللي فات كسب وكان هو الافضل ويستحق الفوز، لكن ده مش عاجب ناس كتير ومنهم المنافس. ازاي نخسر؟ تخسر عادي جدا، مستواك وحش، لعبت ماتش وحش، الفريق اللي قدامك كان افضل، ماتش ما كانش فيه احتواء، عادي تخسر. طيب هو انت عملت ليه كل ده؟ عشان انت متعود لو انت وحش بتكسب بالاحتواء، الاحتواء بيلحقك، وده اللي حصل للموسمين اللي فاتوا وسكتنا. انما السنه دي لا، هنقف. ليه بقى؟ لان هو يا عيني شايف ان الاحتواء مش موجود بكل قوته اليومين دول، لا هو عايز احتواء اكتر من كده. راحوا يعيطوا واتهامات الحكم، وانت اهلاوي ولجنه الحكام موجهه ولجنه الحكام اهلاويه، كل ده عشان تيجي على المنافس. وكمان ايه يا عيني؟ الحكم خد نصيبه ايه؟ ضرب بزجاجات ميه وسباب وشتايم بابشع الالفاظ، وسمعناها كلنا وشفناه وهو خارج وسط حراسه الشرطه، وكمان مظله عشان حمايته يا عيني من الضرب والازايز اللي جاله من كل حته من كل اتجاه، وكل ده الناس كلها شايفاه. مش بس كده لا، وكابتن الفريق كمان كان رايح للحكم وحاول الاعتداء عليه بعد نهايه المباراه، وشدوه بالعافيه علشان ما يروحش للحكم، والالفاظ والاتهامات وكله كان مسموع. ما اكتفاش بكده بقى، كمان كابتن فريق منافس لا، دخل في وصله شتام وسباب مع الجماهير. ونقف هنا بقى وبرده شاور لهم على الحذاء، كل ده وسمعنا مسؤول من النادي المنافس يقول لك ايه؟ اصل دي جماهير النادي الاهلي مش جماهير اسوان، دي جماهير النادي الاهلي اللي كانت مندسه وهي اللي بتسب وبتشتم. ده احنا ما سمعناش شتيمه من اي حد غير من اللعيب اياه، من اللعيب اياه، وكلنا شفنا، كل الناس شافت على الطبيعه، وكل الناس شافت الجماهير على الطبيعه. كل ده في فيديوهات كمان تاني على القناة الرسمية بتاعت اخواننا،
طيب القناة دي معمولة أصلا لمهاجمة النادي الأهلي بس. بس اللي شفناه بقى على القنوات نفسها في الماتش، شفنا اللي اتعمل مع الحكم، شفنا اللي اتعمل مع المراقب، زي بالظبط الاعتداء على الحكم بالضرب بالأزايز، وشفنا محاولة كابتن فريق بعد المباراة الاعتداء على طاقم التحكيم. كل ده شفناه، كل ده تحت عين الحكم ومراقب المباراة. والمفروض عشان هنقف هنا بس على حاجة برضو اتقالت بعد كده، المفروض ان الكابتن أمين عمر ومراقب المباراة سجلوا في تقريرهم كل حاجة، وكل حاجة باينة بالفيديو. حلو. المفروض اللي بعد كده ايه بيحصل؟ ايه لما بتنتهي مباراة الأسبوع بتقعد لجنة مسابقات وتطلع قرارات بناء على اللي شافته في الماتشات، لو في أي مخالفات، أي مشاكل، أي شغب، وكلنا شفنا. لكن للأسف تعال بقى نتكلم على القرارات اللي خذلت الجميع. نمرة واحد، منع 1232 مشجع. صلاة النبي أحسن. 1232 جابوهم إزاي دول؟ ده 1232. حلو، الدقة حلوة في الحاجات دي، ماشي. قال لك اللي دول هيتوقفوا ماتشين. طيب حضرتك ما شفتش ضرب الحكم بالازايز غير الشتايم والسباب؟ دي حاجه عاديه، دي احنا عارفينها. لا، ما شفتش الحكم وهو بيتضرب بالازايز؟ ما شفتش الحكم وهو بيتهان بعد الماتش؟ هي كرامه الحكم مش من كرامتكم؟ حمايه الحكم من مين؟ من مين حمايه الحكم؟ انا عايز اعرف ايه العقوبات دي. انا عايز اعرف ايه ضرب الحكم عقوبته؟ ايه يا كابتن عامر؟ عقوبته ايه يا احمد يا دياب؟ عقوبته ايه يا جمال يا علام؟ عقوبته ايه يا اتحاد الكوره؟ عقوبه الاعتداء على الحكم من الجماهير ايه؟ ايقاف 1232 دي مش شتايم، ده مش سب، ده ازازات ميه. اعتداء على الحكم مش اعتداء بالسب، لا، اعتداء، عايزين يضربوا الحكم. ده غير اللي حصل من كابتن الفريق في الملعب. هي دي حماية اتحاد الكرة للحكام؟ ولا الاحتواء اتنقل من بعض الحكام للجنة المسابقات؟ واضح برضو ان العقوبات دي تحت بند الاحتواء، عشان الاحتواء السنة دي لسه ما دخلش، يعني ما خدش حقه شوية مع الفرقة المنافسة، قليل شوية، فبنعوض شوية بقرارات لجنة المسابقات. يعني حضرتك بتديهم اوبشن دلوقتي ان هم يعملوا اللي هم عايزينه، وهاجم التحكيم زي ما انت عايز. كده كده في احتواء في القرارات، وهي ادي الاحتواء بتاع القرارات. ده الاحتواء بتاع القرارات. ده سعادتك من اسبوعين عملت عقوبه على جمهور المحله عشان بس وجهوا الفاظ للحكم في نهايه الماتش، ماتش فاركو، وتم حرمان المحله من جمهوره تماما الماتش اللي فات بتاع سيراميكا اللي خسر فيه 3-0. طيب اشمعنى هنا؟ هنا كان في شتايم وسب وكمان ضرب للحكم بإزازات مية وغيرها، الله أعلم. ومع ذلك خففت العقوبة. إيه يا كابتن عامر؟ هو المحلة مش نادي شعبي برضه ولا إيه؟ طبقت اللايحة عليه وعند المنافس خفت؟ خفت؟ قمت خففت العقوبة على المنافس؟ على فكرة كابتن عامر حسين قلتها أكتر من مرة، صديق وزميل عزيز وأعرفه من زمان جدا، عشرة عمر يعني، ولكن الحق ما أقدرش أسكت فيه، حتى لو على نفسي، حتى لو على ولادي. ده جمهور المنافس الماتش اللي فات، ماتش أسوان، عمل أكتر من اللي اتعمل في المحلة بمراحل بمراحل. ده جمهور المحلة كان يا دوب بيوجه ألفاظ أو انتقادات للحكم، لكن اللي شفناه في ماتش أسوان شتيمة وسب وضرب، والحكم يعني ما كانش عارف يخرج من الملعب، زي ما يكون بيلعب في حتة تانية في بلد بعيدة عن مصر. حتى الأمن نفسه يا عين مش عارفين يخرجوا الراجل لحد الأوضة، عاملين له مظلة عشان يطلع بالسلامة. هو أنت يا كابتن عامر ما شفتش الماتش؟ هو أنتوا عندكم لائحتين؟ يعني واحدة عادية بتطبق على الجميع، والتانية بتاعت الاحتواء اللي بتطبق على المنافس بس؟ فين العدالة اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ فين حماية الحكام؟ أنا مش فاهم بصراحة، يعني أنا مش عارف هو مين اللي بيحكم؟
انا عايز اعرف مين اللي بيحكم في اتحاد الكوره ده؟ طب وكابتن الفريق اللي احنا شفناه كلنا بعد الماتش بيحاول يتهجم على الحكم، اظن كلنا شفناه وكان واضح في الفيديوهات كلها، وبيحاولوا يمنعوه بالعافيه ولا حد جاب سيرته. طب الكابتن امين عمر ما سجلش اللي حصل معاه ده؟ عشان في كلام بعد كده. كابتن امين عمر اكيد سجل، سواء اللي حصل من الجماهير او اللي حصل من كابتن الفريق المنافس. اللي احنا شفناه لا، الكابتن عمر الماتش، الكابتن امين عمر الماتش اللي فات ما تعاملش بمبدا الاحتواء، مش ممكن يكون عمل كده، مش ممكن يكون قال حاجه غير اللي احنا شفناها. الاحتواء شفناه من بعض الحكام، انما لما يكون قدام الناس كلها في الفيديو سب وشتيمه محاوله اعتداء على الحكم من الجماهير ومن بعض اللاعبين او كابتن الفريق، كل الناس شايفاه. فالوضع الطبيعي ان المراقب وحكم المباراه الكابتن امين عمر هيقول كل حاجه اتعملت فيه في الملعب، لان الناس كلها شايفاه. ده الوضع الطبيعي، وده اللي انا متاكد منه، لانه لو عمل غير كده وما اظنش انه عمل غير كده. نكمل. اتحاد الكوره للاسف هو ولجنه المسابقات بيفرطوا في حق وكرامه الحكام، وبيعرضوهم الفتره اللي جايه لخطوره اكتر بقى، لان انت مفيش سياسه حاسمه، مفيش عقوبات واقعيه، ولكن العقوبات استخدمت تحت بند الاحتواء، تحت بند الاحتواء. طيب نشوف اللي حصل بقى بعد كده عشان نتاكد من حاجه معينه بس اللي انا قلت لحضراتكم عليها، ان الكابتن امين عمر اكيد عمل تقرير بكل اللي حصل. بعد قرار لجنه المسابقات كابتن امين عمر كان ليه رد فعل، رد فعل واضح جدا، واضح جدا من رد الفعل انه سجل في تقريره كل الاحداث اللي حصلت، وان اللي حصل ده كان يستوجب عقوبات كبيره جدا 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 على الجهاز الفني للمنافس او كابتن الفريق اللي حاول الاعتداء عليه، ووجه له الفاظ كتير. بلاش حكايه الالفاظ بقى، احنا عارفينها من زمان، والجماهير اللي ضربت الحكم. فطبعا الراجل اندهش من العقوبات، لان الناس كلها شايفه اللي حصل، وهو كاتب في تقريره ومراقب المباراه كاتب تقريره، هو علق في الصفحه بتاعته وقال بعد القرارات ما اتاخدت، قال ايه؟ كلمه واحده بس، قال بس وعلامات تعجب، لان التقرير واضح بعد الكلمه دي، واضح جدا ان التقرير اللي هو قدمه مكتوب فيه حاجات كتير جدا. لكن ده جه قبل ما تروح لائحه الاحتواء، ما هي لائحه الاحتواء هي اللي ماشيه. المهم بقى ايه اللي حصل للكابتن امين عمر بعد ما كتب بس على صفحته بس؟ قالوا له امسح التعليق، وطلع واحد من اللي انتوا عارفينهم، طلع قال لك ايه؟ ده هيتوقع عليه عقوبه كمان. بقى كابتن الفريق وجماهير النادي اللي ضربت وشتمت وسبت ما توقعش عليها عقوبات غير اللي هي ال 1232 واحد مش هيخشوا، هيخش غيرهم بس، يعني ناس ثانيه غيرهم. امين عمر يتعاقب واللي اخطا ما يتعاقبش؟ ازاي؟ عايز اعرف ازاي؟ وبعدين انت عرفت ازاي بقى بصفتك مسؤول عن النادي المنافس ان التعليق ده على عقوباتك؟ تعرف منين انه على عقوباتك؟ دخلت في جوه الكابتن امين عمر؟ بلاش. اتحاد الكوره، كابتن عامر، ايه عرفكم ان امين عمر يقصد الكلام دوت، يقصد العقوبات دي؟ يا سيدي حتى لو قصد، ده اللي اتعمل فيه اهانه لكرامته، اهانه لكرامه واحد مصري على ارضه. هو كان بيلعب فين؟ هو كان بيحكم فين؟ عايز اعرف فين اللي حصل ده. طبخ طبخ لقرارات حصل ومر، زي ما حاجات كتير مرت، زي ما حاجات كتير مرت بقى لنا سنتين بنشوف. سنتين ايه؟ بقى لها كتير قوي بنشوفها تحت بند الاحتواء، تحت بند الاحتواء، كل ده تحت بند الاحتواء، زي القطر اللي تحت بند الاحتواء، قال لك مدفوع في القطر، والسندوتشات برضو اتدفعت. هنقول ايه ولا ايه؟ هقول ايه ولا ايه؟ حرام عليكم اللي بتعملوه في التحكيم، بدل ما نحميه نقدمه قربان للمنافس لارضاء المنافس.
طب ما المنافس المره الجايه هيعمل اللي هو عايزه، يضرب الحكم عادي، هيضرب الحكم، يطلع مسؤول من عنده يشتم الحكم، ما خلاص احنا عرفنا اللي فيها. العقوبه ايه بقى؟ العقوبه ايه؟ اي كلام، مفيش عقوبه يا عم. عقوبه ايه؟ تقرير فين؟ ولا حد يعرف فين التقرير. حتى لو مكتوب التقرير بكل حاجه حصلت ولا جابوا سيرته. طب يا كابتن عامر ما تقول لنا اللائحه الطبيعيه عشان الناس تعرف. اللائحه الطبيعيه عشان الجماهير تعرف. احنا عموما عارفينها وحافظينها. لكن عايزين نعرفه. خلاص سيبك من اللائحه ديت. ابعتوا لنا لائحه الاحتواء عشان نعرفها برضو. هي لائحه الاحتواء ديت لنادي معين ولا لكل الانديه؟ واضح انها لنادي معين. احتواء في التحكيم لنادي معين. احتواء في العقوبات علشان تخدم نادي معين. طب دي اللائحه. مش هي دي اللائحه؟ دي اللائحه بتاعت الاحتواء. طيب وبقيه الانديه اخبارها ايه؟ يعني اللائحه دي عارفينها متفصله لنادي واحد بس. بس. انما بقيه الانديه لا. لا انت جمهورك يضرب واللعيبه بتاعته تضرب وتشتم وتضرب الحكام لفظا وضربا عادي مفيش مشكله، تعتدي عليهم عادي برضو مفيش مشكله. طيب اي واحد تاني عمل كده بره مصيره الايقاف. مصيره الايقاف في اي حته تانيه. ما شفنا جمهور المحله اتعمل فيه ايه؟ جمهور المحله عينك بينتقد بس الحكم. كل ده عشان المنافس ليه لائحه خاصه، لائحه الاحتواء. ما علينا، خلينا نكمل في حته تانية. انا بقى يعني اللي بزعل منه مش بستفز، لا بزعل منه ان انا اشوف نجوم في كره القدم بتتكلم كلام غريب جدا 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 جدا. نجم كروي واعتز بصداقته وزمالته في فتره من الفترات، هو عضو مجلس اداره في نادي المنافس، قال ايه؟ قال انا من النهارده حراقب ماتشات نادي اسوان، حراقب ماتشات نادي اسوان، اظهار نادي اسوان عليهم احكام، وهشوفهم هيلعبوا بنفس القوه في باقي المباريات ولا لا. حد يقول كده؟ كمل، قال ايه؟ من النهارده انا المراقب، وانا هسجل كل حاجه عن اسوان، هسجل كل حاجة عن أسوان. يعني إيه؟ هو مش من حق أسوان، مش من حق أسوان إنه يكسب؟ مش من حق أسوان إنه يلعب برجولة؟ هو أنتوا بتعاقبوا أسوان عشان كسب؟ هو أنت عشان خسرت وخسرت كرة جوه الملعب بتشكك في فريق بيمثل محافظة محترمة؟ فريق مجتهد وبقلل الإمكانيات، ولو عمل كده في الأهلي هنقول يستحق المكسب. انتوا بتعملوا كده ليه مع فرقة أسوان؟ ده الراجل المدير الفني، ما هو إذا كان رب البيت. الراجل المدير الفني اللي هو الخواجة ده جده راح لأيمن عبد الله المدير الفني لأسوان بعد الماتش يقول له بس بقوا العبوا كده قدام النادي الأهلي. ده حتى المدير الفني يا عيني جاته العدو. هو في إيه؟ هو ممنوع فرقتك تخسر؟ طب خدوا بالكم يا لعيبة أسوان، انتوا تحت المراقبة. لو حد فيكم الماتشات الجاية عمل فاول ولا طلع كره بره ولا تعادلتوا ولا خسرتوا خلي بالكم. كابتن مصر عامل مراقبه عليكم وبيتوعد. هو الحقيقه هو ما قالش كده، بس هو قال لك ان هو هيحطكم تحت المراقبه. يعني ايه تحت المراقبه؟ كل ده عشان خساره مباراه؟ كل ده عشان خساره مباراه؟ خلي بالكم الفرق كلها، خلي بالكم لما تيجوا تلعبوا من رقابة الكابتن الكبير. بصراحة اللي حصل بعد ماتش أسوان شيء مؤسف 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 وكارثي، سواء في تصرفات المنافس، في التشكيك في التحكيم، كلام في ذمم لعيبة أسوان. بصراحة أنا بقول إن الحملة اللي بتتعمل على التحكيم الفترة دي أنا خايف تأثر على بعض الحكام. أنا خايف ممكن تأثر على بعض الحكام، ممكن. أنا خايف ليه؟ لأن إحنا عانينا منها قبل كده. وبعض الحكام
بيخافوا من الضغوط. والحمله المعموله دلوقتي عليهم انتوا عارفينها كويس، بدون سبب وبدون مبرر، انما هم عايزين ايه في الاخر؟ الاحتواء يرجع. انا خايف على الحكام، لان في بعض بقول لكم ممكن يتاثروا. انا مش هقول بقى ان انا خايف من ماتش النهارده يبقى فيه على الداخليه فيه ضغط، هيبقى التحكيم مش عادل، مش عايز اقول كده. لكن انا خايف الحكم او الحكام الفتره الجايه تتاثر باللي حصل ده، تتاثر بالضغوط اللي عليها. ممكن واحد يقول لك يا عم انا اكبر دماغي واشتري نفسي، مش عايز اعمل قلق، ويستخدم ايه؟ سياسه الاحتواء تاني. قبل ايه؟ قبل لجنه المسابقات ما تستخدمها. قبل المسؤولين في اتحاد الكوره والرابطه ما يستخدموها. وتعدي. زي ما عدت حاجات كتير. الغريبه بقى سيبنا من لجنه المسابقات، موقف اتحاد الكوره. وكان اتحاد الكوره في بلد تانيه خالص. بلد تانية خالص، وما سمعتش عن حاجة وما شافتش حاجة خالص. لا اتكلموا على حماية حكم، وكأنهم عاجبهم اللي بيحصل مع الحكام، ولا حد فيهم اتكلم. ما احنا قاعدين في بلد واحدة كلنا. حد من حضراتكم سمع حد طلع صرح بحاجة؟ ولا حد قال لا الكلام ده صح، لا الكلام ده غلط؟ وفين اتحاد الكورة ده؟ فين اتحاد الكورة؟ فين المسؤولين عن اتحاد الكورة؟ اختفاء تام. ولا سمعنا صوت جمال علام رئيس الاتحاد، ولا حد من الاعضاء. يا كباتن الاتحاد الكوره في بعض الاعضاء نجوم. كابتن حازم امام، مش حضرتك اللي جايب كلاتنبرج وجايبه عشان يطور ويدافع عن الحكام ويحميهم، ولا ايه؟ انا عايز اعرف بس. طب انت يا كابتن حازم ما شفتش اللي حصل في الكابتن امين عمر الماتش اللي فات؟ استاذ جمال علام، ما شفتش اللي حصل من جماهير المنافس وبعض اللاعبين الماتش اللي فات؟ هو مين اللي بيدير الاتحاد؟ مين اللي بيدير الاتحاد؟ انا عايز تبقى مصيبه سودا ليكون اللي بياخد القرارات دي كمان وليد العطار. ليكون وليد العطار نفسه عاجبه اللي بيحصل في الحكام وهو اللي بياخد القرارات وانتم ماشيين وراه. ده تبقى مصيبه. مصيبه. لان ده تبع سياسه الاحتواء للنادي معين. وانتم ماشيين. ماشيين تبع السياسه دي. اللي ما سمعنا حد طلع رد ولا اتكلم. مش فاهم هو مين اللي بيحكم الاتحاد؟ عايز اعرف مين اللي بيحكم الاتحاد؟ هو الاتحاد ده في وادي واحنا في وادي تاني؟ الاتحاد ده مش حاسس باللي بيحصل؟ طب في مذيع برضه بقى بالمره طلع بس قال تصريح غريب قوي شويه، يعني لا مش غريب شويه، لا ده غريب قوي قوي. حلف بالله ان الحكام بيقولوا له شخصيا ان في حاجه غريبه في كلاتنبرج. كلاتنبرج جاي علشان يكسب النادي الاهلي. اه كلاتنبرج ده مولود في النادي الاهلي، مولود في ملعب التتش، متربي في النادي الاهلي عندنا. طيب كابتن حازم انت سمعت الكلام ده طبعا. طب الكابتن حازم لما سمع الكلام ده علق بحاجة؟ ما انت اللي جايب الراجل، انت اللي جايب الراجل، والراجل بيحاول يطور المنظومة. يتقال عشان هو بيحاول يطور المنظومة ويعمل حاجة صح ويدي كل واحد حقه ان الراجل ده شغال للنادي الاهلي بس، جاي عشان خاطر النادي الاهلي، عشان يجامل النادي الاهلي. الراجل جاي عشان كده بس. هل ده يعقل؟ يعني أنا عايز أعرف اللي حصل اليومين اللي فاتوا ده يعقل؟ واللي حلف، اللي حلف إن أمين عمر هيتوقف، طب أدي إحنا موجودين لما نشوف الكابتن أمين عمر هيتوقف ولا لأ؟ ما إحنا هنتكلم. أنا واحد من الناس اللي هتكلم، ما بسكتش على حق، والسنة دي مش هنسكت على حق للنادي الأهلي. إحنا عايزين نعرف الفترة الجاية هنشوف الكابتن أمين عمر هيتوقف ولا الراجل اللي هدد هينفذ تهديده. هنشوف بقى قوة مين، المسؤولين ولا نروح بقى الماتش النهاردة. ماتش مهم طبعا جدا جدا جدا. نادي الأهلي شعاره الفترة الجاية اخدم نفسك بنفسك والفوز في كل المباريات، وده شعار النادي الأهلي دايما. يمكن
نادي انبي بيمر ببعض الظروف. الفترة اللي فاتت كان نادي انبي غير المدير الفني الكابتن احمد كشري برغم العروض الكويسة اللي كان بيعملها، ولكن النتائج ما كانتش في صالح الفريق، وجاب القدير الكابتن طلعت يوسف اللي تولى المهمة من 10 أيام بس. من 10 أيام كابتن طلعت يوسف لعب مع انبي مباراتين، مباراة الداخلية وتعادل فيها 0-0، ومباراة مع الاتحاد السكندري في اسكندرية وكسب فيها 2-1. هيخش النهاردة معنويات مرتفعة، طبعا هو بيلعب دايما الكابتن طلعت يوسف بطريقة معينة طول عمره، بيقفل نص ملعبه وبيعتمد على الهجمات المرتدة، هو عارف ان هو بيحاول يقفل نص ملعبه، النادي الاهلي جاي من مكسب كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين بتاع بيراميدز. بمناسبه المكسب بتاع بيراميدز برضو، عشان في ناس مش اهلاويه اللي هم الجماعه المندسين دول اللي هم بيحاولوا يقللوا من انجازات النادي الاهلي، قال لك انتوا فرحانين على ايه؟ انتوا كنتوا فاكرين نفسكم كويسين؟ طب يا ريت يا سيدي كل ماتش ما نبقاش كويسين ونطلع كسبانين 3. هم عايزين يفطسوا ويقللوا من اي انجاز بيعمله النادي الاهلي، اي انجاز. يقول لك ايه؟ اصل النادي الاهلي ما كانش كويس، النادي الاهلي ما كانش كويس وكسبان بيراميدز 3-0. لازم بص، هو شايفك في الملعب كويس ماشي، عايز يعطلك باي حاجه بمعاونه البعض، بمعاونه بعض المسؤولين، وكلنا عارفينهم مش عايزين نتكلم اكتر من كده، ولكن النادي الاهلي كوره في الملعب، النادي الاهلي منظومه محدش هيقدر يوقعها باذن الله، باذن الله، باذن الله محدش هيقدر يوقع. تعالوا بقى نطمن على اخر الاجواء في فندق الاقامه قبل ماتش انبي مع زميلنا العزيز كريم احمد، نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كل الشكر والتقدير ليك كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، تحياتي ليك وتحياتي لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني في البدايه طبعا لابد ان احنا نبدا بكريم فؤاد والرساله اللي اكيد هو على يقين بيها كبير جدا وبشكل كبير جدا، يعني نقدر نقول له ان الابتلاء من عند الله ما هو الا رحمه منه، فيعني بنقول له الف سلام عليك يا كريم، ومن قبله اكرم توفيق ومن قبله عمار، لكن الحقيقه امر غير طبيعي بيقابل النادي الاهلي وبيقابل لاعبي النادي الاهلي من اصابات كبيره جدا يا كابتن ايمن في توقيت حساس، ويعني اقدر اقول لك في اهم فترات الموسم هذه الفتره، لكن قدر الله ما شاء فعل لكل اللاعبين طبعا المصابين. هو اختبار كبير جدا جدا للاعبي للنادي الاهلي، وكالعاده يعني باليقين الكبير وبقرب كل لاعبي النادي الاهلي من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يعودوا من جديد، سواء اكرم توفيق او ايضا كمان كريم فؤاد. ندخل كالعاده بقى نطمن كل جمهور النادي الاهلي العظيم على اجواء فريق النادي الاهلي اليوم، تحدي جديد ومباراه جديده لفريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام انبي والاهلي على استاد المقاولون العرب في 5 مساء. كل التوفيق للنادي الاهلي، اصرار وعزيمه وجديه وتوفيق واخلاص كبير جدا شفناه في مباراه بيراميدز، اداء ونتيجه طمنتنا بشكل كبير جدا، ولعيبه النادي الاهلي لو عايزه تحقق وعايزه تطلع كل اللي عندها في اي وقت هتقدر. اي فريق يا كابتن ايمن بخبرتك الكبيره انت عارف طبعا، اي فريق بيلعب النادي الاهلي كوره النادي الاهلي بيتفوق عليه بدنيا وفنيا، لكن لما بتقابل فرق بتضيق مساحات وبيكون في تكتلات دفاعيه وبيكون في تضييع الوقت بتحتاج مجهود كبير جدا، وبتحتاج ان التوفيق يكون مع كل لعيبه النادي الاهلي. على سبيل المثال يمكن عمرو السوليه توفيق كان معاه في المباراه الاخيره بيحرز هدفين بتالق كبير جدا، لكن عشان جيم مفتوح، فبنامل النهارده فريق انبي لاعب النادي الاهلي كوره التكتلات الكبيره جدا والتضييق المساحات واضاعه الوقت بيكون ليها تاثير كبير جدا بشكل المباراه بشكل عام، وايضا كمان على فريق النادي الاهلي. لكن املنا كبير كالعاده في مستر مارسيل كولر بقراءته الفنيه المميزه وادارته الرائعه الحقيقه على مدار ال 90 دقيقه، يكون موزع مجهود اللاعبين وموزع سيناريوهات كثيره جدا لهذه المباراه، يعني ده مهم جدا طبعا مع التغييرات. الراجل بيقرا بشكل كبير، بيتابع اللعيبه، دي الوقت الكبير يا كابتن ايمن بين مباراه لمباراه، يعني بتبقى فيه صعوبه شويه ان انت تصحح الاخطاء، لكن الراجل بيحاول وبيحاول ان هو يستغل الفتره يمكن القليله جدا لتصحيح الاخطاء وايضا كمان للتحضير للمباراه القادمه. فان شاء الله باذن الله كل المجهود اللي بذل مع لعيبه النادي الاهلي من خلال المحاضرات، الهايلايتس، التدريبات، تصحيح الاخطاء، كل الامور دي يكون ليها مردود كالعاده مع فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم، لانها تكون مباراه صعبه، انت جاي من اداء مميز جدا وجايب نتيجه كبيره على فريق خصم عنيد الحقيقه فريق بيراميدز المباراه الماضيه، لكن فريق انبي اكيد كل المباراه مباراه صعبه، كل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي هي مباراه كؤوس، الكل بيحاول ان هو يظهر كل امكانياته امام فريق النادي الاهلي وجمهوره، فعشان كده بنقول للعيبه النادي الاهلي مهم جدا يكون في اصرار، في شخصيه، في قلب كالعاده مع فريق النادي الاهلي، هي دي اللي نقدر نتخطى بيها كل الصعاب اللي هتواجه فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم. مش هنقول بقى ارضيه الملعب، لا هنقول الارض وهنقول التكتلات وهنقول ايضا كمان الفكر اللي ممكن يعني طبعا فريق انبي يقابل بيه النادي الاهلي، مش هيقدر يفتح مساحات لان هو عارف ان النادي
الاهلي، مجرد ان انت فتحت مساحات النادي الاهلي هيوصل مره واثنين وثلاثه. فبنعمل ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا في مباراه اليوم. فندق الاقامه كالعاده كل الاجواء مطمئنه جدا يا كابتن ايمن، استقرار مميز جدا الحقيقه من اختيار فندق الاقامه، المحاضره الفنيه الاخيره اللي بياكد عليها مستر مارسيل كولر في كل الثغرات، نقاط القوه والضعف، ايضا كمان تمركزات اللاعبين، امور عديده جدا الراجل بيحاول ياكد عليها. يا رب يكون في استيعاب كبير جدا للاعبي النادي الاهلي من خلال الايام الماضيه ومن خلال التدريبات، وايضا كمان البدايه تكون موفقه لفريق النادي الاهلي، نقدر ان احنا نحرز هدف واثنين وثلاثه بالقلب والشخصيه الكبيره وروح البطل اللي ما بتحضر مع فريق النادي الاهلي في وجود جمهوره العظيم اللي ادى رساله كبيره جدا جدا في المباراه الماضيه، هتاف وتشجيع وحماس كبير جدا، كان ليه مردود اكثر من رائع على فريق النادي الاهلي، عشان كده شفنا النتيجه وشفنا الاداء المميز جدا لفريق النادي الاهلي. املنا كبير كالعاده في الجمهور، هتاف وتشجيع وحماس ويكون ليه سحر على النادي الاهلي كالعاده، السند والدافع والدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي واللي النادي الاهلي بيستمد قوته منه هو جمهور النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله رغم الغيابات الكبيره والاصابات اللي عندنا، يعني لو بنذكر سريعا الاصابات النهارده، حمدي فتحي بيغيب للاجهاد العضلي، ايضا كمان منعم بيغيب للاجهاد العضلي، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وشوبير وبيرسي تاو طبعا للاصابات، وبنأملهم طبعا نتمنى لهم كل التوفيق. كالعاده كابتن ايمن هنكون طبعا لحظه بلحظه معاكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ومع جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي كل الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي، تحرك الفريق الى ملعب المقاولون العرب، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون مكسب اداء ونتيجه لفريق النادي الاهلي ليسعد كل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كريم طمنا، وفي اكتر من نقطه حابب اتكلم فيها، هو الاصابات قدر، اللهم لا اعتراض، قدر قدر لعيبه النادي الاهلي دايما كده، ولكن الحمد لله بنحمد ربنا على ثقه باذن الله ان كريم يرجع لنا مره تانية في اسرع وقت ان شاء الله، هو واكرم ومصطفى شوبير وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكل المصابين ومنعم وحمدي فتحي وكل المصابين، كل المصابين في مش في النادي الاهلي بس، في كل حته. احنا ما بنتمناش غير الخير لكل الناس، الناس السويه، الناس الاسوياء، الناس اللي تستاهل. احنا عمرنا 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 ما بنحب الاذى لاي حد. لاعبتنا ان شاء الله باذن الله اللي موجودين قادرين ان هم يسدوا غياب اي واحد. الفترة اللي جاية مباريات صعبة، كل 3 4 ايام ماتش، احنا عارفينها. الفترة اللي فاتت كانت مباريات صعبة وبتمر عليك اصابات كتير وغيابات كتير، ومع ذلك جمهورنا ورانا. جمهورنا ده يعني من نعم ربنا، اعظم حاجة في الدنيا في النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي صاحب الانتصارات دي كلها، صاحب جمايل كتير علينا قوي 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 بعد ربنا والنادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، مهما بقول الكلمه دي على طول او بقول الجمله دي على طول، مهما اتكلمت عنه، مهما كلنا اتكلمنا عنه، مش ممكن انه في حق، مش ممكن انه في حق. ده حتى بعد ما بتبطل بتشوف عظمه جمهور النادي الاهلي معاك، وده جمهور النادي الاهلي واللي عودنا عليه جمهور النادي الاهلي دايما. فالحته دي انا مش قلقان منها ان حد يحاول يوقع بين الجماهير واللعيبه، حد يشكك في الانتصارات ويقول لك لا انا راجل اهلاوي بس مش عاجبني. لا انت مش اهلاوي، لا انت مش اهلاوي، انت مدسوس علينا، والناس الاهلاويه فاهمه كده كويس قوي 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 قوي، وعارفه ان مش ده جمهور الاهلي. لا، جمهور الاهلي اللي احنا بنشوفه ده، جمهور الاهلي اللي احنا بنشوفه في المدرجات، جمهور الاهلي اللي احنا بنشوفه بره بيدعم فرقته ازاي، جمهور الاهلي اللي بنشوفه بره بيدعم المنظومه كلها ازاي، بيدعم مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب ازاي. هو ده جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي الحقيقي صاحب انجازات النادي الاهلي. خلصت كلامي. ماتش ان شاء الله نتمنى فيه التوفيق للنادي الاهلي ويكمل المسيره من غير احتواء، مش عايزين احتواء، من غير ولا سندوتشات، مش عايزين حاجات دي. النادي الاهلي في الملعب، النادي الاهلي هيرد في الملعب، النادي الاهلي زي ما طول عمره زي ما طول عمره بيكسب من غير مجاملات، هيفضل من غير مجاملات، مش محتاجين مجاملات. ادي يا عم الاحتواء لاي حد تاني، ادي الاحتواء للناس بتوع الاحتواء، بس لو اديتني حقي ولا احتواء ولا حد تاني هيجيبني. نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. انا كابتن ايمن. ازيك كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا رب. كابتن اسامه عرب. اهلا وسهلا. ازيك كابتن، منورنا. الحمد لله، اهلا وسهلا بك يا ايمن. الله يخليك. اهلا بيك كابتن. كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا وسهلا بيك كابتن، مشرف. اهلا وسهلا. كابتن احمد بلال، منورنا كابتن. الله يخليك. ازيك كابتن ايمن؟ الحمد لله. النهارده ما شاء الله حالق ومنور 100 100. حلويت شويه؟ يعني شويه. لا انت حد حلو مني. طيب نبدا ب تشكيل الفرقتين، تشكيل النادي الاهلي في البدايه. محمد الشناوي لحراس المرمى، رباعي خط الظهر، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمود متولي، ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه اليو ديانج، ورباعي المقدمه احمد عبد القادر، حسين الشحات، محمد مجدي، محمد شريف. مرة تانية، محمد الشناوي لحراسة المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني ظهير أيمن، علي معلول ظهير أيسر، ثنائي قلب الدفاع ياسر إبراهيم محمود متولي، خط الوسط الدفاعي يتكون من اثنين عمرو السولية وأليو ديانج، ورباعي المقدمة أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمد مجدي ومحمد شريف. مدراء النادي الأهلي النهاردة علي لطفي لحراسة المرمى، رامي ربيعة، محمد أشرف، أحمد نبيل كوكا، شادي حسين، رأفت خليل، برونو سافيو، مصطفى ميسي ومحمد فخري. تشكيل نادي الانبي النهارده، عبد العزيز البلعوطي لحراسه المرمى، ثلاثي خط الظهر احمد خليل كالوشا، خالد رضا، محمد حامد، دمهم اربعه في خط الوسط احمد يوسف، مؤمن راضي، محمد حمدي، احمد عيد، وثلاثي المقدمة أحمد أمين أوفا، مصطفى دويدار، ورفيق كابو. بدلاء نادي إنبي النهاردة عبد الرحمن سمير، علي فوزي، مصطفى شكشك، محمد إسماعيل، مروان داوود، عبد الرحمن عماد، أحمد العجوز، كريم الطيب، ومحمد عبد العاطي. نتمنى كل التوفيق لنجوم النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله لتحقيق الفوز. كابتن شريف، المباراة اللي فاتت الحمد لله رب العالمين كسبنا 3-0، نتيجة تقيلة قدام فريق تقيل، ومع ذلك لقينا البعض بيحاول يقلل من قيمة الفوز اللي اتعمل. ده بسم الله الرحمن الرحيم، يقلل من فوز الأهلي على بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة ملعوبة فيها جميع فنون اللعبه وعنصر المفاجاه. المهم انت النهارده جاي بعد فوز مهم اصلك على فريق كبير، خدت بالك؟ الفوز ده كان يصاحبه اداء متميز، اللي هم بيتكلموا عن عن الاداء او عن الناس اليوم ده كان يوم صعب اصله على ناس معينه، ويوم كويس على فرقه كانوا بيرانوا عليه ان هم مش ممكن يعدوا بمكسب كبير زي ده يعني. فانت هتتوقع جميع اللي هيحط ودنه للسوشيال ميديا او للناس اللي هي انتمائها ان يحصل دايما حاله من الفوضى داخل الوسط الرياضي، يعني ما يبقاش الدنيا بتمشي تواكب الرياضه ازاي تنجح في مصر، ازاي تنجح اي منظومه. يعني عشان تنجح اي منظومه لازم العناصر كلها بتاعتها تبقى عناصر سليمه وتبقى عناصر متفوقه وتبقى عناصر لعبتها بتادي. انا مش هينفع يا ايمن اجيب محمد صلاح واركب عليه 10 لعيبه في ظل الظروف اللي انت شايفها دي. أيوة. برضه هترضى بالناس اللي هي محترفه بره فقط. فانت بتلعب الدوري العام ليه كل ده؟ عشان يطلع لك عمرو السوليه، يطلع لك تاني قفشة بأدائه الجيد، زيزو من الزمالك يبقى مواكب، خدت بالك؟ لعيبة كتير قوي في عندهم في نص الملعب، إمام عاشور كويس جدا. اللعيبة اللي هي هناك دي واللعيبة اللي بتاعتنا احنا كويس المتميزة والأداء اللي احنا عندنا بنحطه بالروح اللي هي بتواكب التيشيرت الأحمر، هو ده أساس صناعة الدوري وصناعة الكورة كمان. قد ايه الدنيا بالماتشين اللي فاتوا والماتشين بتوع النهارده كويس،
الدنيا حاجه تانية خالص. طب ليه ما تشيلوا التعصب ده من الحياه كويس، وتبصوا ازاي ننهض بشكل الدوري كمان. اديك شايف الدوري السعودي بيجيبوا عشان يشدوا الانتباهات عندهم مع شيك كريستيانو رونالدو كويس. حضرتك بتتكلم عن مين؟ ها؟ بتتكلم عن مين؟ اللي هم اعداء الحكايه دي. اعداء الرياضه. دول اعداء الرياضه ايمن. دول ناس عايشين على القيل والقال، وازاي وقعوا بين ده ويوقعوا بين ده ويوقعوا بين ده. ولكن في ناس كمان من وسط الوسط بتاعنا ومن وسط المسؤولين عندنا بيطلعوا يعملوا حاجات، الواحد بيفضل يوم ما عمرها بقى ما حت. هو فين المسؤولين يا كابتن؟ لا كتب عليك. بقول لك ايه، ما كتب علينا ها الشكل. ما انت بقالك 3 4 سنين بيجوا 3 ولا 4 هم اللي بيبقوا مسؤولين، مش اتحاد منتخب مثلا. لا هي الحكايه بقى لها فتره معانا ماشيه كده ولكن في وجود لمصر ان شاء الله، في وجود للمنتخبات، في ناس بتشتغل بتحاول بتجيب حكام اجانب عشان تظبط الحكايه شويه. لما يتغلبوا يقول لك عايزين نعمل الوقت زي كاس العالم. لما احنا نتعادل ولا يحصل لنا اي حاجه يقول لك ما هو مديك 6 دقائق كويس و18 ثانيه وهو لما ياخد 7 والتاني لما ياخد عايزين ياخدوا 12 و13 دقيقه، ويقول لك لا اصل الماتشات انتوا بتلعبوها كل ساعتين ومش هتقدروا تعملوا. انا بتكلم ده داخل برضو في الحته بتاعت الاحتواء يا كابتن، يعني احنا عارفينها من السنه اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا. بس الاحتواء ده انت عشان تخلي الميزان العد مظبوط تبقى فير. صح، ده اللي احنا عايزينه. بس انت مش عايز حاجه اكتر من كده. بالظبط كده. خليك فير، اقسم بالله انت لو فير ها كل حاجه هتمشي لوحدها خلاص، مفيش الشياطين هتمشي. مش هيبقى فيه غير ملائكه، والملائكه يعني الارض هتبقى يسودها النظام ويسودها النجاح ويسودها كل شيء. مش هنعيشها دي يا كابتن. ايه؟ مش هنعيشها. نعيشها فوق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. وما تحطش ودنك للناس اللي هي تقولك انا هراقب وانا هعمل وانا في كل واحد. انا فاهم، خدت بالك، يبقى عايز نفسه يبقى ترند، خدت بالك، ويتكلم يبقى موجود في الحكايه. يقول حاجه يا جماعه الحاجات دي احنا كبرنا بقى، يعني صحيح تعبنا وكبرنا وعايزين نتفرج على كوره بقى. هو مين منا ما بيتفرجش على انبي والاتحاد؟ مين منا ما بيشوفش الاسماعيلي هيعمل ايه في المباراه الجايه؟ سيبونا سيبونا نشوف الدنيا، سيبونا نحط طريق، نرسم لبعضنا خريطه كده مع بعض نمشي فيها نوصل بيها لتطوير المنظومه. هارد لك للي خسر ومبروك للي كسب، وهو كل وده اخر دوري في حياه الكره المصريه، ولا ده اخر كاس، ولا دي اخر بطوله افريقيا، ولا بطوله كاس عالم انديه، ولا كله موجود على طول. انما الاشخاص هم اللي بره اللي ما لهمش اي لازمه في الحياه، ها هم اصحاب الاقوال المقصوره واللي انت تاخد بالك منها، لانها اقوال اقول عليها ايه، اقوال شيطانيه. يعني لازم تشعل الدنيا ولازم تعمل الدنيا. والناس ايه، هقول لك على حاجه، ما انت ساعات احنا كل واحد فينا برضو نقعد نتفرج ونضحك على حاجات معينه بتحصل، ها الناس هتعمل ايه؟ ما هو ده اللي بيتصدر لها وده اللي بيتعمل لها وده. ولكن في ناس عندهم براءه من اللي بيحصل ده كله، وفي ناس مش ما عندهمش وقت للكلام ده، استوعبوا كلام الفرق. بس ده بقى زي ما جينا عملنا، عارف الاغاني بتاعت اللي طلعت جديده والكلام السريعه دي، ها فيها نغم حلو وفيها حاجات ما هي دي عامله زي الحكايه دي كلها، بيدخل عليك كل يوم حاجه تخليك في حته تانية. ولكن الوضع الصحيح بشكلك انت بدستورك انت، ها ما تبصش يا ايمن، ما تاخدش بقى عمرنا لو بصينا وقلنا هنبص في ورايتنا وهنشوف اللي قدام شكله عامل ازاي. دي المنظومه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي. لا ما هو صحيح. واحنا بنتكلم ليه كده؟ لان احنا متربيين على كده واساسنا صحيح. كده صحيح. فبالتوفيق النهارده ان شاء الله، ومن مكسب مهم ها صحيح. لمباراه مهمه النهارده، لروح جديده في الملعب ان شاء الله، لمسؤوليه وعطاء باذن الله من اللعيبه ان شاء الله، نبارك لهم باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه، ماتش صعب النهارده مع انبي، وزي ما قال مستر كولر قال بعد الماتش اللي فات، قال احنا بنحقق المكسب في المناسبات الكبيره والاختبارات الصعبه كما حدث قدام الزمالك وبيراميدز، وده بيدينا الثقه
وبيدينا كمان حاجه نبني عليها الماتشات اللي جايه ونستفيد من الايجابيات بتاعه المكاسب دي، وان احنا بنسير على الطريق الصحيح وبنحاول نصحح الاخطاء، وشعارنا دايما هو الفوز بغض النظر عن طريقه لعب المنافس. يعني هو مستر كولر بيقول كلام اللي هو النادي الاهلي عايش فيه من ساعه ما صحيح النادي الاهلي انشئ، ان هو بيلعب على الفوز، بيلعب على البطوله، ما بيلعبش على مركز تاني. في اي مناسبه النادي الاهلي بيخوض فيها من ساعه ما النادي اتبنى بيخوض فيها مسابقات، هو بيلعب على المركز الاول وجمهوره متهيئ لكده. صحيح كره القدم فيها بعض الاخفاقات، فيها بعض الاوقات الصعبه اللي بتمر عليك، فيها بعض الاوقات ممكن منافسين في بعض السنوات يكونوا افضل منك وانت اقل لاي اسباب، بتبني فرقه لاي ظروف يعني، ولكن النادي الاهلي طول عمره بيلعب على المركز الاول. فدي مش غريبه، ومستر كولر اذا كان قال كده في المؤتمر الصحفي اللي فات او عامه هو بيقول كلام زي ما قلت لك من اساسيات وقوام او من الشغل الشاغل للنادي الاهلي انه بيلعب على البطوله. والناس كلها الجماهير الدوري السنه دي مثلا، الناس زعلانه ان بقى لنا سنتين ما بناخدش الدوري، فالناس بتفكر انه ما ينفعش نخسر السنه دي ان شاء الله. ده ان شاء الله يعني باذن الله. انا بقول لك كتفكير جماهير. أي. الجماهير اتربت على كده. يعني احنا مش زي اي نادي اخر ممكن ياخد بطوله كل 7-8 سنين، ممكن ما ياخدش خالص، يمكن في انديه ما خدتش خالص في تاريخها، او انديه بتاخد في خلال 20-30 سنه بطوله. النادي الاهلي مش كده، والدليل على سنين كتير كنا بناخد فيها الدوري العام ما كناش بنحتفل، يعني نكسب البطوله مظبوط وموضوع عادي ولا يعني طبيعي. صحيح. يعني صحيح. ولذلك الناس لما الاهلي بيفقد البطوله يعني اكتر من سنه يبتدوا يحسوا ان في حاجه مهمه غابت عننا، لكن احنا مثلا كنا بنقعد ب7 سنين بناخد الدوري ما حدش بياخد بال، يعني عادي انك انت فانا مع كلامك مستر كولر انه لازم التركيز في كل وقت. الماتشات الكبيره ايمن زي بيراميدز زي الزمالك، الاهلي كان في حاله جيده جدا وكسب المباراتين، بس انا عايزها برضو تكون في المباريات الاقل. لان كتير قوي الدوري العام بتخسره مش في المباريات الكبيره. مظبوط. يعني صحيح. ممكن تكسب المباريات الكبيره وبعدين تيجي مع فرق اقل في المستوى تخسر نقاط، دي بقى راجعه لاكتر من سبب. يا اما اللعيبه بتبقى نازله واثقه 100% ان هو كسبان حتى لو ما بذلش اقصى جهد، وده مش موجود في كره القدم احيانا، وكلنا ممكن نكون مرينا بالظروف دي. لكن لعيب النادي الاهلي التملي لازم يبقى مركز ومنتبه. ايوه. انه ماتش زمالك ماتش بيراميدز ب3 نقط رغم اهميته التاريخيه ورغم اهميته ان انت بتلعب فرق عندها نجوم، فرق منافسين، ولكن نفس التركيز ده مفروض مع الفرق اللي مستواها اقل او امكانياتها اقل او لعيبتها اقل، لانه او اللي بتيجي تلعبك باسلوب دفاعي بحت. ماشي. ما حتى لو بتلعبك باسلوب دفاعي، لا انا بتكلم او اللي بتلعبك باسلوب دفاعي. ماشي. ما هو اللي بتلعبك باسلوب دفاعي ده يا ايمن عادي، دي مش مستغربه عليه. ده طول عمرنا كده وحقه. مظبوط. طول عمرنا لانك انت نفسك في بعض المباريات، احنا نفسنا كلنا اهو لعبنا كتير ومدربين ومحللين بنقول ان في اوقات حتى النادي الاهلي في مباريات مفروض يلعب بتامين دفاعي شويه في بعض الاوقات. هو مش اسلوبنا، لان اسلوبنا انك بتلعب مهاجم، انك بتلعب ضاغط، انت الفاعل على طول، انت اللي ده في 90 او 95% من المباريات، ولكن في بعض الاوقات بنلجا لاسلوب متحفظ وتقفل مساحات قوي في الثلث الاخير عشان تلعب على مدى. وده اللي عمله مستر كولر الشوط الثاني مع بيراميدز الماتش اللي فات. ماشي. هو قال كده يعني. فمن الفرق الاخرى احنا مش هنلوم عليها. صحيح. كل واحد يلعب بالاسلوب اللي في العالم كله. مظبوط. وشفنا البطوله الاخيره بتاعت كاس العالم كان بيحصل من بعض الفرق كده. صحيح. عايز يدافع 90 دقيقه، عايز يلعب ضاغط من قدام. صحيح. عايز ده فرنسا لعبت المغرب كده. ماشي. فدي مش هتلوم عليها اللعيبه الاخرين ولا اللعيبه الاخرين. لا 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 لوم طبعا. ومش مفروض نقف عندها كتير. صحيح. والنادي الاهلي
في كل سنواته هتلاقي الفرق معظمها بتدافع قدامه. معظم الماتشات اللي واجهناها يعني كل واحد فينا اللي لعب له 200 ماتش واللي لعب 300 ماتش واللي لعب 400 ماتش هتلاقي 80% 90% من مبارياتك الفرق بتدافع قدامك. لعبت كم ماتش يا كابتن اسامه؟ انا 400 معدي 400 وشويه. ما شاء الله. نمسك الخشب. فانا اقصد مش هنلوم الفرق الثانيه، لكن انت اللي لابد تخلق الحلول المناسبه كمدير فني وكلاعبين، لانك زي ما قلت لك لما التركيز والاصرار العزيمه والاصرار والتركيز بيغيبوا عنك حتى لو بتلعب فرق اقل في المستوى هتلاقي المواقف صعبه. وبعدين لما تيجي تحلها في الملعب بتبقى اصعب. يعني انت مفروض بتبقى مهيئ نفسك من الاول قبل الماتش، مهيئ نفسك انك واخد الامور بجديه، لكن لما بتيجي تلعب وانت متاكد ان انت كسبان حتى لو بذلت اقل جهد ما بذلتش جهد كبير بتتفاجئ في الملعب. والمفاجاه دي ممكن تلحقها او ما تلحقهاش. ممكن يروح جاي فيك جون، ممكن يجي فيك جونين، ممكن يجي فيك جون متاخر، فهتبتدي تنتبه ان لا ده ايه ده الماتش مهم يكون الوقت فيه. فعشان كده انا بقول لك اهميه المباريات الكبيره صحيح طبيعيا لازم غصبا عنك كلاعب حتى من الاعلام بيبقى الاهتمام اكبر بتهتم اكتر، ولكن المفروض برضو ده نعمله في الماتشات الاقل. وانت الثلاث تعادلات اللي تعادلتهم اتعادلت مع فرق في وسط الجدول او في نص الجدول، يعني مش في المقدمه زي بيراميدز او الزمالك، فلازم تنتبه في المباريات مثل هذه المباريات عشان الدوري في الاخر هو تجميع نقط من خلال ال 34 ماتش اللي بتلعبهم طوال الدوري. ثلاث نقط بتوع اسوان او حرس الحدود او جيش او كذا زيهم زي الزمالك، زيهم زي بيراميدز، زيهم زي فيوتشر، هم ثلاث نقط رغم اهميه الماتش من الناحيه الجماهيريه. فربنا يوفق النهارده واللعيبه تبقى مركزه زي ما كانت مركزه في ماتش بيراميدز ونقدر نحصل على الثلاث نقاط ان شاء الله. كابتن عادل، بعد الثلاثيه امام بيراميدز تحدي جديد يواجه النادي الاهلي النهارده مع انبي تحت قياده مدير فني جديد كابتن قدير طلعت يوسف. مباراه صعبه طبعا، ولكن لما انت بتبقى طالع من مكسب كبير مع فرقه كبيره المفروض ان انت تستغل المكسب دوت، مش عايز اقول لفترات، الفتره اللي جايه كلها. احنا الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا جدا جدا، لان انت عندك ماتشات متتاليه لحد قبل ما تروح كاس العالم. نستغلها ازاي؟ بس خلينا ناخدك لبعد اخر يا كابتن، نتكلم فيه استفاضه كده شويه على مشوار النادي الاهلي. اول حاجه عاوز بس اعرف الناس انه في استراتيجيه مدرب بتبقى بيلعب على بطولة أو بطولتين بالكتير قوي. تخيل أنت استراتيجية المدرب عندنا بيشتغل على دوري، كاس مصر، كاس أفريقيا، كاس عالم الأندية. مدرب بيشتغل في أربع اتجاهات وأربع اتجاهات مختلفة عن بعض. أول اتجاه دوري مجموعة مباريات، تاني اتجاه كاس مصر بتطلع من مباراة، وكاس أفريقيا بتلعب دوري مجموعات لازم تجمع مباريات ورايح جاي، وكاس العالم الأندية انت تالت العالم فلازم تعمل نتيجة كويسة. أيوة. ورغم ان هي فيها صعوبة طول الوقت انك تاخد تالت، دي صعب جدا في بطولة العالم، انت خدتها مرتين طبعا. فيها صعوبة، والسنة دي كمان الفرق اقوى كتير قوي والاستعدادات اعلى، ولكن خلينا نتكلم في التحديات اللي انت بتتكلم عليها يا كابتن أيمن. انت بتتكلم ان الفترة الجاية فيها تحديات، لا كتير. الفترة الجاية مش تحديات وبس، انت عندك اولا في 5 يناير ام بي، 12 المصري سموحه كاس مصر، على 16 21 يناير هتلعب سموحه، اتعمل 17 وهتلعب الزمالك 21. فانت داخل وفي 24 البنك الاهلي كمان. ايوه مظبوط صح. وبعدين هتاخد المفترض انك كنت هتلعب 29 من عام اتلغى. أيوة. انا سيبك من الامر ده كله، انا بكلمك كمدرب من خروج من طريقه لعب لطريقه لعب، من أجواء بطولة لبطولة، من أجواء لأجواء. أنا بس حبيت أقول للناس إني خلي بالكوا
احنا بنتفرج على اللعيبه وبنتفرج على المدرب وبنقول وبننتقدهم وشايفين انه في الاداء النهارده كويس، لا الاداء بكره مش كويس، لا الاداء مش تمام. انت مش شايف كم التناقضات اللي ما بين البطولات عند المدرب؟ صحيح. المدرب بيعمل استراتيجيه المباراه يلعب في دوري، وبعدين الماتش اللي بعده يعمل استراتيجيه المباراه انه هيخرج من كاس مصر لو ما كسبهاش، وبعدين يرد تاني على كاس عالم للانديه. عايز اكلمك على نقطه مهمه يا كابتن بعد اذنك، معلش عشان لا ما في نقطه، في نقطه مش ممكن نتغافلها. ايوه او نغفلها، اللي هي الاصابات كمان اللي بتمر عليها. ما انا بقول لك يا كابتن، ما هو انت طريقه اللعب، انا كنت عايز اكشف الامر قدام الجمهور ان طريقه اللعب وتغيرات طريقه اللعب من بطوله لبطوله بتؤدي الى ضغط عصبي وضغط ذهني واصابات كتير، لانك انت بتلعب فرق بتلعبك دفاع، وبعدين بتلعب فرق بتهاجمك مره واحده، وبعدين بتلعب على بونت تجمع ابنات عشان كاس افريقيا، وبعدين تروح على كاس العالم للانديه تلعب علشان تاخد مركز. كل ده تغيرات عند طريقه المدرب. المدرب في الانديه العاديه بيعمل ايه؟ عنده الدوري، عنده الاسبوع ده والاسبوع ده والاسبوع ده، ماشي باستراتيجيه واحده، وعنده اللعيبه بترتاح تلعب مباراه وترتاح، لكن انت كمان بيواكب كل ده، انت بتسافر لي على افريقيا وبعدين ترجع على 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 مصر، وبعدين تروح على كاس العالم للانديه وبعدين ترجع على مصر. يعني تغيير النوم، تغيير المعيشه بتاعه اللاعبين، فكل الحاجات دي انا بقول لكم ظروف لاعيبه النادي الاهلي وحتى مدرب النادي الاهلي وظروف الاداره اللي بتدير الكره في النادي الاهلي في ظروف صعبه. صحيح. الناس ما تعرفهاش، الناس شايفه النادي الاهلي هم ما لهمش دعوه، شايفين النادي الاهلي لازم يلعب ولازم يكسب. اه طبعا هو بيلعب وبيكسب، وجمهوره جمهور عظيم عارف الحاجات دي. وانا اقول لك حاجه، اكتر من واحد من الجمهور وناس كتير قوي بيقابلون عارفين الكلام اللي انا بقوله، اكتر مننا تدريبا واكتر مننا فكرا، يقول لك النادي الاهلي الله يكون في عون اللاعبين بيطلعوا من حاجه لحاجه لحاجه، وبعدين كمان انت مش مدرب بتعمل استراتيجيه ان انا الماتش ده اريح شويه لعيب لخمسه سته سبعه فممكن تعمل نتيجه وحشه. الجمهور ملوش دعوه، الجمهور ما بيبصش ما بعد، الجمهور بيبص النهارده بالظبط. انا كمدرب ببص بكره وبعده وبعد شهر عندي كاس العالم للانديه، بعدين راجع، غير الضغط اللي انت بتضغطه، ويا ريت انت بتتساعد. يعني انت بتتعاقب دايما على انك متميز بجد، وبتتعاقب على انك بترفع اسم بلدك بره. طب انا لما اجي العب في المحافل الدوليه لازم كل الناس تتكاتف تساعد النادي الاهلي. اقول لك حاجه، وانا قاعد اهو قدامك، لو نادي الزمالك هو اللي بيلعب في كاس العالم للانديه اتكاتفوا واعملوا برضو زي كده، لكن انا بتكلم لما تكون عندك حاجه حلوه يا ريت تحافظ عليها. اما كابتن في سؤالك يعمل ايه المدرب بقى بسرعه كده، انه يشتغل على استثمار الماتش اللي فات. المدرب زي ما قلت لك النهارده هيعمل اللي هو الضغط الامامي، ولازم يعمل اداء متميز ليه، لانه اللاعبين نفسهم انت بتغير اربعه لعيبه، انت مغير النهارده اربعه لعيبه جوه الملعب غصب عنك، في اضطرار محمد عبد المنعم ونزل متولي، عندك حسين الشحات وبدل كريم فؤاد من البدايه، عندك عبد القادر مكان سافيو، وعندك محمد شريف مكان شادي. فانت عندك اربع تغييرات، هيبقى في تغيير في نمط اللعب. واللي انا بطالب بيه دايما انه الفتره دي انا عايز اجهز اكتر من لعيب، حتى لو اخفق اللاعب وما كانش مميز النهارده انا عايز ياخد المباراه الثانيه، انا عايز اعمل اللياقه الذهنيه واللياقه البدنيه والفكريه للاعب. ايوه ماشي. طيب كابتن بلال، قبل ما نتكلم عن مكاسب الماتش اللي فات، سريعا كده عايز اكلمك على حاجه الناس كلها مستغربه لها، الاصابات اللي بتلاحق لعيب النادي الاهلي وخاصه الرباط الصليبي. خليني اقول لك على السنوات الاخيره كم اصابه رباط صليبي، قطع في رباط صليبي في مصر. 30 لاعب في الدوري المصري تمت اصابتهم بقطع كلي في الرباط الصليبي في السنوات الأخيرة. منهم كم واحد من الأهلي؟ عمرو جمال لقاء مباراة الأهلي والأسيوطي بسبب سوء أرضية ملعب أسمنت أسيوط. وبعد كده هو اتعرض مرة أخرى لنفس الإصابة بس مع فاركو. محمد ناجي جده أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية. عمار حمدي
محمود متولي، محمد محمود مرتين، اكرم توفيق، واخيرا اكرم توفيق مرتين. ربنا يرجعه. في واحد كمان يرجعه بالسلامه. انا هقول لك على واحد بطل منها كمان. لا في واحد كمان، كريم نجم وكريم فؤاد. انا قلت محمد محمود، كريم نيدفيد. لا لا ما جالوش. كريم نيدفيد ما جالوش صليبه، ما اعتقدش انه جات له ركبه. جاله حاجه وكريم فؤاد. والاصابه دي نفسها بطلت قبل كده، يمكن انت كنت بتلعب. عماد النحاس. ايه السبب يعني؟ واشمعنى لعيبه النادي الاهلي؟ ايه الغلط يعني؟ لا انت قلت في 30 لاعب دول ما شايفين. في 30 منهم سبعه من النادي الاهلي. سبعه يعني في 8 كمان. ماشي يعني. لان في عماد النحاس. لا انا اقصد لا نسبه كبيره من النادي الاهلي. ماشي نسبه كبيره من الاهلي، بس انا اقصد ان في 23 لاعب برضو في بس لما يبقى 8 من نادي واحد. ماشي. طب لو عندك الانديه الاخرى في حد عنده عدد يعني 3 4 5 يعني مثلا نادي الزمالك عنده؟ لا ما جبتش، انا جبت بس بتاعت يعني اللي. انت لو جبت هتلاقي. بس انا مش هرد على السؤال بس بسرعه علشان الاسباب اللي انا قلت لك، السفر والحاجات دي. طيب اتفضل كابتن بلال. كابتن بلال الله. بص اولا ده موضوع يتسال فيه الاجهزه الطبيه. الاجهزه اكيد الاجهزه الطبيه لان ده موضوع مشترك ما بين خد بالك ما بين المدير ما بين المدير الفني ومدرب الاحمال ومن الدكتور المعالج. تمام. لو يعني في ناس اتكلمت على ارضيه الملعب، يعني ارضيه الملعب والتدريبات يعني انا ارضيه الملعب بكل لعيبه تتعور. ايوه عشان يبقى نبقى احنا كده ايه يعني نتكلم كلام منطقي. يعني لو انت كلام ارضيه الملعب يبقى هنتكلم على معظم اللعيبه اللي موجوده. بس في فوارق بين اللعيبه وبعضها خصوصا في النواحي البدنيه. لا يبقى يعني يبقى العيب هنا في اللعيب نفسه. لا لا وكمان دي موضوع ارضيه الملعب وسيبك تكمل. يبقى احنا ايامنا بقى كانت كل الفرق بقى تجيلها لان ايامنا ما كنا بنلعب الملاعب كانت اوحش من دلوقتي 1000 مره. وتم الافارقه عندهم ملاعب، ده الافارقه عندهم الدنيا بايظه على الاخر. بس خد بالك تكوينهم غيرنا. لا فيها جزء طبعا، هو الملعب طبعا الفكره كلها من وجهه نظري يعني. تمام. هو في اصابه مباشره واصابه غير مباشره يعني عشان برضو ايه يعني على بكلمك على علمي انا الشخصي يعني. في اصابه مباشره اللي هو الاحتكاك المباشر ده غصب عنك بقى، ملوش علاقه بالملعب وملوش علاقه بالتجهيز وملوش علاقه باللعيب وملوش علاقه بتكوينه يعني الجسماني. يعني انت مثلا اشتركت مع واحد في كوره فدخل في ركبتك خلاص الموضوع زي كوره كريم فؤاد الماتش اللي فات. الموضوع منتهي زي كوره عبد الله السعيد وكريم فؤاد الماتش اللي فات. انما في بعض الاوقات بينتج عن اولا التكوين العضلي بتاع هل هو ضعيف ولا قوي. تمام. التدريبات بتاعته، الاستشفاء، التركيز. تمام. الراحه اللي بياخدها، الريكفري اللي بياخده. تمام. يعني في حاجات كتيره جدا 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 يعني بتحكمك انت. يعني مثلا كريم فؤاد كان اصابه مباشره. صحيح. تمام. فما تقدرش تقول بقى اصل من الدكتور ومن اللعيب ومن الريكفري لا ده خلاص دي اصابه مباشره غصب عنه. فاهم قصدي؟ ممكن يكون طريقه لعب اكرم واحنا اتكلمنا في الاستوديو قبل كده مع بعض كتير، قلنا ان اكرم يعني لازم يعني يبقى اهدى من كده شويه لان هو اكرم بطبيعته حماسي واجريسيف. تمام. ومقاتل جدا بس في بعض الاوقات لازم يبقى اهدى من كده شويه لان خد بالك انت برضو المواقف ساعات احنا واحنا قاعدين بره احنا كم مره في الاستوديو نقول لك اكرم خلي بالك لازم يهدى شويه عشان هيتعور، اكرم لازم يهدى شويه عشان هيتعور، اتعور لان هي طريقه لعبه كده. ففي هي الاصابه مختلفه من لعيب للعيب. تمام. ومن نادي لنادي زي ما كابتن عادل بيتكلم، في انديه انا النهارده مثلا اقرب اللعيبه للاصابات هي لعيبه النادي الاهلي عشان بيلعب افريقيا وبيلعب كاس مصر وبيلعب الرابطه وبيلعب وبيسافر افريقيا وكاس العالم للانديه ويرجع تاني على الدوري العام. فانت المباريات متلاحقه بشكل كبير جدا فتعمل اهلاك للعضله ما تقدرش تعمل ريكفري سريع. تمام. بلس ان المواسم متلاحمه فانت كمان مش قادر تعوض ده في الاجازه اللي انت بتاخدها، الاجازه اللي هي الراحه السلبيه بالنسبه لك. فانت لعيبه الاهلي ممكن يكونوا الاقرب للاصابات بسبب الحته دي. انك المواسم المتلاحمه والماتشات المتقاربه كل النهارده الاهلي لعب امتى؟ الماتش اللي قبل اللي فات كان من يومين من 48 ساعه النهارده بتلعب تلت. هل المدير الفني هيشتغل؟ مش هيشتغل، مش هيلحق. المدير الفني هيشتغل ان هو يعمل ريكفري للعيبه فقط لا غير. ولا في كرات ثابته امبارح ولا حاجه يشتغل عليها، لكن غير كده مفيش. الماتش اللي قبليه برده كان 48 ساعه هتلعب الماتش، مش عارف الماتش الجاي اعتقد هيبقى ايه. كمان الماتش لا عندنا اسبوع الحمد طب حلو الحمد لله يعني في 12 من فضل الله الحمد لله. انت عارف احنا عندك الخميس الحمد لله مكان بيجي لنا بعد اذن بس مش عايز اقطعك، مكان بيجي لي مثلا اصابه في رجلي الشمال فعشان ارجع اعمل لها ريكفرنج وتعالج بحمل على رجلي اليمين بيبقى كل تحميل كله على رجلي اليمين، فبقى لما الرجل دي ترجع تاني للقوه بتاعتها والكلام ده
ده غير كمان انت عشان تبقى عايز تبقى موجود في الملعب. ده غير كمان ان برضو يا بلال كل 72 ساعه ماتش دي دي مش طبيعه اللعب المصري. احنا لعبنا مش التربيه بتاعتنا مش تربيتنا خالص يعني. احنا لعبنا كان كل اسبوع ماتش من بدايه يعني يا كابتن. انا معلش انا انا يعني سافرت كده مثلا رحت امريكا يعني كده التدريبات مختلفه تماما يا جماعه. أيوة الناس بتدرب 6 ساعات في اليوم والله العظيم 6 ساعات في اليوم. انت متخيل يعني؟ انا متخيل لان انا جاي من هناك. الفرقه بتاعت هيوستن دي تمام. انا واحد صاحبي مشرف على الاكاديميه هناك يعني هم بيسموها اكاديميات يعني. انا عايز اقول لك التدريبات 6 ساعات في اليوم للناشئين 6 ساعات. انت هنا اللعيب بيتدرب ساعه ونص ويفضل طول اليوم قاعد بياكل في مش عارف ايه وبيشرب ايه لا وحال اللعيب في البدايه ما ده انا بتكلم عن الناشئين يا كابتن. بتكلم عن الناشئين على ال 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 وبيدخل الجيم وبيتغذى كويس يعني بتكون في بحث اتعمل على الموضوع ده كبير قوي وانا وافقته باللي حصل في مصر. احنا كناشئين احنا بنحرق اللعيبه بدري. انت بتلعب على بطوله مدرب الناشئين الرئيس النادي او الانديه بتاعتهم الادارات يقول له لازم بطوله فبيعمل ايه؟ بيشتغل على اللعيب مش بيأسسه لا هو عايز ياخد البطوله وخلاص. واخر بحث الماني على حته الاصابات الرباط الصليبي في الفتره اللي هي في اخر 10 سنين في كره القدم قالوا حاجتين. اكتر حاجه التجهيز الزياده عن اللزوم اللي هو انت بتوصل اللعيب للجاهزيه اللي هو ممكن يعمل حركه ما توافقش الانتباه. انت عارف الاصابه بتيجي ازاي؟ انك بتدي المخ يدي اشاره يدي اشاره خطا يدي اشاره خطا فانت بتعمل من كتر المباريات وضغط المباريات والقوه والتجهيز الزياده ده اخر بحث اتعمل اللي بيحصل الاصابات كده. هي يمكن لا يمكن الملاعب في اوروبا ما بيجي لهم رباط صليبي وعندهم احسن ملاعب في عندنا برضو. هي اصابات ابتدينا نظبط الحكايه هي ابتدينا نظبط حكايه الملاعب. هي عوامل ماشي الملاعب يعني الملاعب برضو. بص ايمن دي لازم يحصل فيها دراسه سطرية شويه في حاجات كلها سيمتريه واحده. اجيبهولك يا كابتن اسامه في حاجات ممكن تبقى من الملاعب في حاجات زي ما بلال بيقول اصابه مباشره في حاجات من عدم من كتر الشغل البدني عشان تجهز عشان البطولات كتير في حاجات من اهمال اللاعب نفسه ان يكون عنده ضغط ومثلا سهران ما بيريحش نفسه فبينزل تعبان يعني تعبان ينزل فزي ما عادل قال بقى عضلاته والتوافق العضلي العصبي بتاعه مش مظبوط فيعمل حركه مفيش استجابه في اوروبا في حاجات كتير يعني بس هو في اوروبا الملاعب جيدة طبعا بس بيجي لهم برضه صح محتاجين دراسة عشان دي في الموضوع دوت لان هي العملية زادت شوية. هنروح لفاصل نرجع نكمل مع نجومنا الكبار بعد الفاصل انتظرونا. بنرحب بيكم مرة تانية اعزائي المشاهدين. كابتن شريف تشكيل النادي الاهلي النهاردة ورأيك في الاربع تغييرات منهم تغييرات اضطرارية منهم تغييرات فنية. مفيش كل مباراة احنا قلنا ربنا يعافي عن اللعيبه من الاصابات ولعنه الاصابات هي اللي بتخليك بيقع منك اتنين تلاته لعيبه في معظم كل مباراه. والله انا عايز اقول لك على حاجه دي اخطر حاجه عشان كده احنا بنقعد نحط فرقه بنبقى عايزين نلعب بالفول باور. ما هو الفول باور عندك هيبقى مين دلوقتي؟ حتى برونو لما طلع من الفرقه نادي الاحمد عبد القادر لان برونو برضه هو خارج المره اللي فاتت كان في شك ان هو ممكن يكون في كدمه ولا حاجه زي كده. فانت بتبقى حاجات كلها اضطراريه يا ايمن. ولكن انا هذا التشكيل يعني بيريحني انا. انا بلاقي عندي طرفين بيلعبوا في مكانهم الطبيعي ومعاهم سنتر فيرويد متمرس في الحته دي كويس يمكن عجب مستر كولر الماتش اللي فات من تحركاته بيعمل ارهاق للمدافعين وبيخرجهم خليهمش مركزين. الى ان نستاذنك يا كابتن معلش نروح نشوف بس من الملعب مباراه لقطه هي لقطه يعني بالنسبه لنا مش عاديه جماهيرنا ولكن لقطه جميله جدا عايزين نشوفها على الهواء. لو بص يا كابتن يعني حتى ال ايه ده اللي فات ده ابن برونو سافي على فكره. بص جماهير النادي الاهلي لسه بنتكلم عنه وراح طالعين لنا طلعوا بيه بس بص جماهير النادي انت سمعنا الصوت Yeah.
كابتن شريف، جمهور نادي الاهلي بيأزر ويدعم لعيبه النادي من حقه الاهلي، من حق الجماهير اكرم ومصطفى، من حق الجماهير تبقى مبسوطه النهارده ومنتظره الاكثر النهارده الحقيقه بعد المباراه الكبيره اللي كانت من كل الوجوه. الحقيقه كانت مباراه عظيمه بالنسبه لي. رايك في التشكيل بعد احمد عبد القادر وحسين الشحات محمد شريف وقفشه، دي ده شكل وخلفه طبعا السوليه وديانج وعلي معلول ومحمد هاني بالتألق ده، دخول ياسر ابراهيم مع متولي والشناوي، مفيش اي حاجه كابتن ايمن توحي لك باي حاجه قلق او اي حاجه، لا بالعكس. خط وسط على اعلى مستوى المباراه اللي فاتت. احمد عبد القادر لما نزل الماتش اللي فات شفته عمل سبرنت في حياتي انا ما شفتوش احمد عبد القادر، واضح ان هو مركز، واضح ان هو مدخل نفسه في حاله بدنيه جيده، ان شاء الله تبقى نتيجتها النهارده وتنفيذها النهارده من التحركات واللغه اللي بقت بينه وبين علي معلول. انا بشوف علي معلول بيبعته للجول ها من اول ما بيستلم، بيروح باصص رافع عينه على احمد عبد القادر. قفشه بتحركاته المعهوده برؤيته للملعب، وفي لغه بينه وبين حسين الشحات كبيره جدا. حسين الشحات وتركيزه وبقى له ماتشين او من ساعه ما ابتدى يرجع تاني ياخد بعض الاوقات من المباراه، عامل حاله توغل جوه منطقه جزاء الخصم بتهدد دايما، وهو من اللعيبه اللي بتعرف تتصرف. فاكر احنا كنا بنقول ايه؟ عايزين لاعب في منطقه الجزاء يبقى عنده هدوء، عنده فكر، عنده فنت، عنده تمويه، عنده رؤيه، عنده تصويب. الحقيقه حسين يملك هذه الاشياء لما بتبقى الحاله البدنيه بتاعته جيده بيقدر يساعد فيها كتير، او محمد شريف كمان. محمد شريف بيبقى محتاج اللعيبه دي كلها تنجح في مهمتهم عشان هو ينجح بالتالي في مكانته ويخلص بعض الكور اللي بتجيله في هدوء برضه، بعدم ان احنا محمد شريف ما بتقيمش، مش عايزين نقيم محمد شريف ها. محمد شريف في مرحله دلوقتي ما هي الا رؤيته للمرمى بس، بعد جول واثنين لمحمد شريف اعتقد ان الحكايه هتتحل كتير قوي. محمد هاني بالتوفيق باذن الله، التيم ده انا يعني مستريح له باذن الله ان شاء الله. طيب كابتن اسامه خد رايك في تشكيل فريقين، بس النهارده بنلعب فريق مختلف تماما في اسلوبه وطريقه لعبه عن بيراميدز الماتش اللي فات. لكن بيراميدز عنده لعيبه كوره كتير، بيحب يستحوذ على الكوره، بيحب يسيطر على نص الملعب. مستر كولر بعد الجول الاولاني اللي جه الشوط الاول ريحه شويه، فساب لهم الاستحواذ وساب لهم السيطره ولعب على المساحات، وده فكر كابتن طلعت بقى النهارده. يعني كابتن طلعت هيلعب بالاسلوب ده النهارده، ولكن في مشكله، اختلاف طريقه اللعب من بيراميدز لامبي اللي هيتكتل دفاعيا في نص ملعبه، اللي هيعمل كثافات دفاعيه قدام مرماه. احيانا بنجد صعوبه في اختراق الدفاعات دي. حلول مستر كولر النهارده ايه؟ هل الاجناب؟ هل التسديد من خارج ال 18 زي ما شفنا عمرو السوليه الماتش اللي فات؟ ايه الحلول النهارده؟ الحلول المفروض يبقى فيها تنوع في بالذات الفرقه اللي بتتكتل. زي ما انت قلت اسلوب اللعب هيبقى مختلف من المباراه اللي فاتت للمباراه دي. المباراه اللي فاتت احنا بنقول النادي الاهلي في 90% مبارياته هو اللي بيبقى ضاغط من البدايه، هو اللي بيبقى الفعل، هو اللي بيحاول يخلق فرص كتير عشان يحاول يجيب اهداف بدري، ويمكن عمل كده المباراه اللي فاتت، ثم ارتد للدفاع في نص ملعبنا وقفل مساحات كويس قوي. صحيح. ودي كانت من اكتر الحاجات الحلوه في الماتش اللي فات، انك انت لما رجعت بالفرقه لورا الخطوط بقت متقاربه جدا. صح. الاختراق فيها بقى صعب جدا، خطوره قلت علي معلول ومحمد هاني وكان محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم والمجموعه كلها، الفرقه كلها، بس انا بتكلم على الخط ده كان قريبين قوي من بعض في التغطيه والرقابه والحاجات دي. فرغم ان انت بتلعب فرقه فيها لعيبه مهارين عاليين، كان عندك تنظيم دفاعي جيد، تنظيم دفاعي جيد من الفرقه ككل ومن الخط ده. أيوه. فمش سهل تخترق. صحيح. تعال بقى ارجع بالذاكره بسرعه كده لمباراه سموحه او فيوتشر او سيراميكا اللي جه فيها اجوان وتعادلنا فيها. كنت بتبقى مهاجم واحنا جبنا لقطات،
تلاقي ستة أو سبعة ما ارتدوش وفي وقفات غلط، ومرة لومنا قلنا أكرم توفيق قال في المكان مش في المكان، أنا قلت رجع في مكانه في أكتر مباراة. فالتنظيم اولا انت مش راجع بالفرقه كل، لان انت كنت في 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 هجمه بعدد كبير وارتداد كان ضعيف، فتنظيمك في نص الملعب ورا ما كانش مظبوط، فبقى سهل يبقى في مساحات، سهل يجي فيك اجوان. فهو النهارده الكابتن طلعت اساسا كشخصيه مدرب هو بيحب يضيق المساحات، بيحب يطول المباراة، بيلعب على أخطائك أو ضربة ثابتة أو مزبوط. هجمة مرتدة في وقت معين، لكن مش من النوع اللي زي بيراميدز أو النادي الأهلي أو يلعب كرة ويلعب ماتش يلعب مفتوح. قدامه مفتوح وبيهاجم وكده، ده مش أسلوبه. فهتواجه نفس اللي أنت واجهته في مباريات أخرى غير بيراميدز. هو على الورق 3 4 3 بس أنا شفته ماتش الاتحاد 5 4 1. ما هو 5 4 1 أنا شفته كده، هو رامي رفيق كابو قدام وبيلعب خمسه ورا واربعه في نص الملعب، ومنهم احمد امين اوفا ومصطفى دوردار بيكملوا ساعات مع رفيق كابو، وهو رامي رفيق كابو راس حربه قدام. مظبوط. انت ايمن في ناس لما بتلعب بثلاثه اربعه ثلاثه ساعات بتعملها عشان تبقى هجوميه، تلاقي الباكين واخدين فاتحين الملعب قوي وطالعين لقدام قوي كانهم اجنحه. لا دي في 3 4 3 تلاقيهم واخدين للقدام قوي، ده انت صعب تلاقيه النهارده مع امبي، لكن هتلاقي زي ما انت قلت 5 4 1 هتلاقي الباكين راجعين لورا والثلاثه بتوع النص للعمق فيبقوا 5 وبعدين الاربعه بتوع النص الملعب، وبعدين هتلاقي رفيق كامبو قدام لانه سريع جدا. صح. ولازم ناخد بالنا وهداف ده من ضمن الهدافين وهداف 5 اهداف. أيوه ثاني هداف بعد احمد الشيخ. مظبوط. هو 5 اهداف واحمد الشيخ 6 اهداف. انت النهارده حلولك نمرة واحد في الأطراف بتاعتك اللي هي حسين الشحات، أحمد عبد القادر، في المواقف اللي هي في التكتلات الدفاعية، المواقف اللي هي واحد ضد واحد أو واحد ضد اتنين، إزاي يعرف يعدي وإزاي يعمل كرة عرضية. يعني أحمد عبد القادر عنده القدرات إنه لما يكون في تكتل لما بيروح على الطرف بيعرف يخترق. صحيح. نفس الشيء حسين الشحات، دي واحده من الاختراقات. تاني حل زي ما انت قلت التسديد، واحنا شفنا جون عمرو السولية الاولاني في الماتش اللي فات حلو جدا. فالتسديد حل، اللعب من على الاطراف حل. ثانيا تقدم واحد زي علي معلول وهاني في اوقات كتيره. صح. ودخول لاحمد عبد القادر للعمق وحسين الشحات مع شريف. بالزبط. لانه علي معلول وهاني كان تقدمهم في الماتش اللي فات اقل، لان احنا كنا بنقول ان هم قافلين لورا الشوط الثاني بالذات اكتر، لكن النهارده هتلاقي علي معلول بيطلع للاطراف، يبقى ساعتها احمد عبد القادر وحسين ياخدوا في ظهر المسافات اللي هي بين الباك والسيرد باك. مظبوط. فالحلول للاختراق وشريف يبقى جوه ال 18 وشريف يبقى جوه ال 18 بره كتير. مظبوط. فالحلول ان في التكتل الدفاعي كتيره. صحيح. الاختراق، التسديد. صحيح. اللعب في بين الباك والسيرد باك الواحد ضد واحد تعدي. فان شاء الله اتمنى يكونوا موفقين ويقدروا يجيبوا هدف بدري ويفك التكتلات اللي هيعملها الكابتن طلعت. كابتن عادل رايك في تشكيل النادي الاهلي ودرجة بسرعه بسرعه؟ لا 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 اتكلم براحتك. بص يعني هو النادي الاهلي ماتش بيراميدز تفوق علشان لعب بجبهات، وانا النهارده يعني عايز اقول لك ان محمد الشناوي وبيبقى علي معلول ياسر ابراهيم وعمرو السوليه واحمد عبد القادر، ده الجزء اللي هو ناحيه الشمال. الناحيه الثانيه محمد هاني ومحمود متولي وآلي ديانج وحسين الشحات، ده الناحيه اليمين. هاي. اللي بيربط كل الحاجات دي مين؟ اللي بيربطها قفشه محمد مجدي ومحمد شريف في الناحيه الهجوميه. هاي. العمق الهجومي بتاعه. هاي. النادي الاهلي لما بيلعب بالجبهات بيقدر ان هو يتغلب على الفرقه بسرعه. رقم اتنين الضغط المبكر عشان تجيب هدف مبكر عشان الفرقه اللي قدامك البلان بتاعها بينتهي يخلص تخش على حاجه تانية، ودي حاجه مهمه. راجع كل المباريات لما بيتاخر الجون عندك هم بيزيد عندهم الحمد لان هم صعب عليك الماتش. مظبوط. صح. اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتلعب دفاع، والدفاع ابسط من الهجوم، انت بتهاجم وبتدافع بتتعب، لكن لما دافع بتمركز وبلعب على الهجمه المرتده. صح. فانت لما تغير لهم السيناريو في البدايه دي حاجه مهمه. صح. اهم ما في اللي ميز ماتش بيراميدز ايه؟ انك ما ضيعتش اجوان مش كتير. صح. يعني انت جبت 3 اهداف ممكن من 8 فرص.
لكن احيانا كان بيجي عليك وقت يعني. في حلول كمان. ما هو هدف عمرو السوليه لما جه الشوط الاولاني فرق معاك، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بالزبط. انك انت تغير البلان بتاع الفرقه اللي قدامك، خلي فكر المدرب، المدرب بيعمل استيميشن مع المدرب الاخر. لما بتغير له انت فكره بسرعه اللي بيحصل بيروح للفكره الثانيه. ايه هي الفكره الثانيه اللي عاوز يروحها؟ ان هو عايز يهاجم ولا يدافع. معظم اقول لك حاجه، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في مقصوره ملعب المقاولين شايفين استاذ العمري فاروق، استاذ طارق انديل، ومحمد الجرحي، دكتور محمد شوقي، دكتور محمد شوقي كمان معانا طبعا، ومحمد سراج. يعني اكيد اكيد ده احنا متعودينه عادي من مجلس اداره النادي الاهلي، دايما هو ورانا في كل المحافل يعني، سواء الداخليه او الخارجيه. استاذ اقول لك حاجه، ايوه اتفضل. انت بتروح تتفرج وبتتمتع يعني كمان صح. سيبك من انك كمان عضو مجلس اداره بالزبط. انت بتروح بتتمتع بفرقه انت بتحبها صحيح. يعني لو احنا كده هنروح نتفرج على صحيح. على كل الحاجه المهمه يا كابتن اللي انا عايز اقولها لك في التشكيل الضغط مش ضغط الفرقه من فوق لا ضغط الفرقه ببعض دي بتخلي النادي الاهلي بيبقى افضل عشان الكره الثانيه. اول ما الفرق الكبيره اي فرقه كبيره تاخد منها الكره الثانيه تعرف ان هو النهارده في عنده ضعف شويه، فانت بتاخد الكره الثانيه بالانتشار. الكره الثانيه معناها الانتشار الجيد، مش الكره الثانيه معناها انك انت تبقى محظوظ الكره تجيلك في مكانك، لا انت اول ما الكره بتتلعب ليك اعضاء فرقتك كلها بيبقى كل واحد في مساحه من الملعب. الكره هتروح فين؟ هتبقى في الملعب، مش هتطلع بره الملعب. اللي بياخد الكره الثانيه يقول لك كده احتماليه الكره هتبقى فين؟ بتلعبها طويله، فاللي هيطلعها بدماغه اكيد هيطلعها في 20 متر اقصى حاجه. ما تروحش تقف لي انت في 30 متر، لا انت بتروح في ال 20 متر تقف تحت الكره عشان تاخدها صحيح. ومش تقف اتنين جنب بعض، مساحه الملعب مش هتبقى كامله، لا انت في ابعاد. الابعاد لو متساويه بين اللاعبين تقدر تاخد الكره الثانيه واحد، تقدر كمان تشتغل بيها على طول واسرع. الثالث حاجه والاخيره عشان بلال بس يتكلم، الحته بتاعت انك انت النادي الاهلي لما يقطع لازم يلعب قدام على طول. ليه؟ لانه الاستراتيجيه بتاعت اي فرقه لو النادي الاهلي معاك كوره بيجروا تحت وبيقفوا تمام؟ صح. اتفضل يا بلال. ماشي كابتن بلال كالعاده بقى، عشان احنا انت بتقرا الجيم كويس. ملعب المقاولين ملعب صعب شويه. السيناريو المتوقع من وجهه نظرك؟ شوف هي مشكله الماتش ده انه مختلف عن الماتش اللي فات. تمام. انت جاي من ماتش مفتوح، عندك مساحات كويسة، عندك فرص تقدر يعني قدرت تخلقها للتهديف من نتيجة التحركات اللي انت عملتها ونتيجة الكروسات اللي انت اشتغلت عليها. ده كله ناتج انك بتلعب جيم مفتوح، او الفرق اللي قدامك بتلعب جيم مفتوح بالأحرى يعني. فعشان كده قدرت تلاقي المساحات اللي انت عايز اصلا اللي انت بتحبها صح. اللي انت عايز تشتغل عليها. الجيم النهاردة مختلف شوية، الملعب كان مختلف مزبوط. الملعب صغير تمام، هو ملعب عريض شوية بس صغير، يعني الفرقة اللي قدامك تقدر بسهولة ان هي تقفل بشكل كويس. النهاردة اكيد فرقة انبيا هتشتغل، او ليه اكيد فرقة انبيا هتشتغل بالشكل الدفاعي؟ لان انت بتاخد الشكل من المدرب نفسه تمام. كابتن طلعت يوسف من المدربين اللي بيجيدوا بشكل كويس تقفيل المساحات، بس هو عندهم مشكلة في الحتة دي، انك انت لو سجلت هدف بدري تمام، لو ضغطت بشكل قوي جدا على الفرقة اللي زي دي تمام، الفرقة اللي بتلعب جيم مقفول يعني او بتلعب زون ديفنس هتغلطها، هيبقى فيها اخطاء كتير، تقدر يعني تخلق اخطاء صح. فبالتالي تقدر سوري تخليهم يغلطوا، فبالتالي مزبوط. تلاقي فرص للتهديف. النهارده الماتش عباره عن انك شوط من بره ال 18، استغلال الكرات الثابته بشكل جيد جدا 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 جدا، انك تشتغل كرات عرضيه كتير جدا، لان هتلاقي خد بالك هتلاقي فيه مساحة وهتلاقي فيه وقت انك تشتغل فيه الكرات العرضية صحيح. لان دايما الفرق اللي زي امبي مثلا في طريقة لعبها بيقفل من ال 18 لنص الملعب، يعني بيعمل بيسيب لك الاطراف شوية ويديك فرصة انك تشتغل أي. لكن خد بالك بيشتغل على هجمة مرتدة منظمة بشكل جيد، وبيشتغل على كرة ثابتة بشكل جيد. فالنهاردة في حاجتين مهمين جدا بالنسبة لك، التصويب والضغط تمام، والكرات العرضيه مهمه جدا جدا، واستغلال الكرات الثابته، وفي الحاجات العكسيه انك ما تسيبش مساحه يشتغل فيها الفريق في الهجمات المرتده صحيح. فيعني بالتوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله جيم كويس، اتمنى ان شاء الله نسجل من بدايه الماتش يا رب ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.